كل سنة بهالوقت بحيرة بنشعي بتزيد جمالا مع بداية نشاطات كريسمس باي ذا ليك، أجواء ميلادية أكثر من مميزة ونشاطات مخصصة للكبار والصغار. رح نتعرف على كل تفاصيلها مع ضيفتنا الناطقة باسم الكريسمس باي ذا ليك ايفنت جيزيل كوسا. أهلا وسهلا فيك جيزيل، ينعاد عليكي. ميرسي وعليكم. هيدي مش أول سنة بتقوموا بنشاطات كريسمس باي ذا ليك، هذا السنة الخامسة على التوالي، وبعرف إنه كل سنة في موضوع جديد. صح مزبوط. السنة كريسمس باي ذا ليك مثل ما قلتي انه للسنة الخامسة عم بينعمل، وبهذه الطريقة كنا كل سنة عم ننقي تام لكريسمس باي ذا ليك. من بعد ما نقينا هذيك السنة موضوع الكاندل، كل شيء كانديز وهيك، حلويات العيد السنة الماضية مزبوط كان حلويات الموضوع. السنة حبينا يكون موضوع كريسمس باي ذا ليك هو موضوع السلام. ليش اخترتوا هالموضوع هالسنة؟ مع انه بحاجة له كل سنة. مزبوط، نقيناه بما انه هو عم بنعمل للسنة الخامسة، فبهذه الطريقة كريسمس باي ذا ليك انطلع أول سنة على صعيد صغارته والشمال لنعرف بلبنان، وبالسنوات الأخيرة صار على الصعيد العالمي. نعم. فحسينا انه يمكن أفضل رسالة انه نقديها هي رسالة سلام، بما انه العالم كله ولبنان هن أكثر شيء بحاجة للسلام. هذا الشيء اللي بتتمنوه للعالم كله، خاصة بمناسبة الأعياد. وخاصة باللي عم بيصير كان بالفترة الأخيرة بطرابلس، انه اللي هي عاصمة الشمال. نعم. فحبينا انه عن جد أطفال طرابلس اللي مش عم بيقدروا يحسوا بالعيد، على القليل يقدروا يطلعوا شوي على كريسمس باي ذا ليك، وتكون هالنشاطات قريبه منهم، ويمكن تنسيهم الهموم والظروف الصعبه اللي مرت بالفتره الاخيره. ان شاء الله. جيزيل، امتى انطلقت نشاطات كريسمس باي ذا ليك؟ افتتحنا كريسمس باي ذا ليك ب7 كانون الاول، كانت الافتتاحيه على 4:30 بعد الظهر، وحيمتد المهرجان ل7 كانون. نعم. الثاني بهذه الطريقه بنكون نحن عم نشمل الميلاد عند الطائفه الارمنيه، يعني شهر الاعياد على طريقه بنشعي اللي بيشمل عيد الميلاد الارمني. وهيك كل العالم بيسحلهم الوقت انه يطلعوا يزوروا كريسمس باي ذا ليك، ما انه محصور بيوم او يومين، فامتد على شهر كامل. وافتتاحيه كانت باضاءه الشجره اللي الكل تعود عليها، الشجره العملاقه اللي هي الى جانب البحيره. مزبوط، اللي هي بيبلغ ارتفاعها 30 متر اللي هي اطول الاشجار. كمان تزينت بكلمة سلام بكعدة لغات، حتى زينة الشجرة لها علاقة بموضوع السلام. كل زينة كريسمس باي ذا ليك اختصت بالموضوع اللي نحن قيناه اللي هو السلام. من 7 كانون الأول كل ويكند تقريبا في نشاطات مخصصة للصغار. مزبوط. خلينا نعمل جولة سريعة جيزة على النشاطات. ابتديتوا الأسبوع الماضي 7 و8 كانون الأول. صح. شو كان فيه؟ بلشنا أول شيء الافتتاحية كانت 7 14 و15 كانت أول ويكند. مزبوط، بلشنا ببلانشيا، رجعنا نهار السبت بسانتيفيك فانتاستيك مع نانسي اسكندر من عندنا من الام تي في، بنوجه لها تحيه كمان اكيد. واليوم اذا قال رات حيكون في عندنا غنوه نوال اكسترا اوردينير. اي ساعه؟ على كل المسرحيات على الساعه 5 عم بيكونوا، وعم بيكونوا معمولين اندور بهذه الطريقه انه وين كمان الى جانب البحيره؟ بالبحيره في سال مسكره. كمان بتساعد عدد كثير كبير من الاشخاص، يعني نعم، يعني قد ما عم يجي على طول عم بيساعد عالم، وحتى منا ضايقه فما حدا بحس انه في ضغط. وغنوه تقريبا ضيفه دايمه عندكم كل سنه بمناسبه الاعياد. على طول غنوه موجوده. وب 22 حيكون في ايميل مريم كمان، كمان يعني مسرحيه. والاربعاء حيكون في الاربعاء والخميس عاملين 26 و27 هالاسبوع مسرحية تشوبي اللي هي مسرح فرنساوي. بهذه الطريقة بنكون جمعنا المسرح الفرنساوي بالمسارح. نعم. اللبنانية اللي عنا إياها. ولونا بومبون لافيون نهار الخميس 27 الشهر. لونا وغنوة دايما بزينوا أجواء الميلاد بكل المناطق اللبنانية، ما بيكمل العيد عنا بلبنان إلا ما أطفالنا يلتقوا بلونا وغنوة. هيدي المسرحيات المخصصة، ولكن النشاطات والمفاجآت اللي موجهة للصغار ما بتنتهي عندكم خلال كريسمس باي ذا ليك. على مدار الشهر إنه تعودنا حيكون في مفاجآت، وعلى طول في عنا بيرنويل موجود بالقرية تبعه إذا فينا نقول، وعلى طول الاطفال بيقدروا يكونوا معه عم بياخذوا كادويات ويقدموا له ليست. في انيميشن كمان للصغار ونشاطات اخرى موجهه لهم، يعني بيقدروا يتوجهوا على البحيره مش بس بهالايام المحدده، على مدى الشهر. مدى الشهر على كل يوم في شيء، وخاصه اكيد بعد الظهر. وفي عندنا هلا اللي الشيء المميز انه ب 23 شهر حيكون في عندنا كورال مزياره اللي حيأدي اغاني وترانيم ميلاديه. نعم. وب 30 الشهر حيكون في عندنا سكوت دو ليبان، يعني كشافه لبنان. كشافه لبنان، مقدم لكم كمان عرض موسيقي. مزبوط، فرقه حرف اردي هي اللي حتقدم لنا هذا العرض. وهيك بهيدي الطريقه نحن ما عملنا ليله العيد يكون في عندنا
المسارح وهيك، بما انه ليله العيد اكثريه الاشخاص بيكونوا موجودين خاصة للعائلات اللي بتجتمع سوا بهالمناسبه. ولكن انتم مديتوا اذا بدك او ابتدت النشاطات لبعد راس السنه حوالي اسبوع هيك، كمان اللي انشغل بعجقه العيد والتحضيرات للعيد بيقدر يتمتع بهالنشاطات بعد راس السنه. وبحب ذكر انه بما انه ميلاد الطائفه الارمنيه بيكون بست الشهر، فبهذه الطريقة بنكون نحن كمان عم نخليهم يطلعوا يعيدوا عنا. الدعوة مفتوحة للجميع مش بس لأهالي بنشعي وديع المجاورة. أكيد هو هذا المهرجان هو عم بينعمل لكل لبنان، والدعوة مفتوحة خاصة إنه الدخول مجاني على كل شيء بكل النشاطات. فبهذه الطريقة إنه كل طفل عن جد مش عم بيقدر يروح يشوف مسرحيات أو حتى يحس بأجواء العيد بيقدر يطلع على كريسمس باي ذا ليك. جيزال بنشعي هي من أجمل المناطق اللبنانية، اللي حابب يتعرف على هالمنطقة ما بيعرفها كثير وحابب يقضي أكثر من يوم هوني بنفس الوقت يستفيد من هالنشاطات اللي عم بتقدموها بيقدر؟ أكيد. ما هو المميز بكريسمس باي ذا ليك إنه منه مثل حالة مهرجان، هو عم بيجمع الأكتيفيتيز بالطبيعة وأجواء الطبيعة بأجواء الميلاد. نعم. فكل حدا بيطلع بيقدر يعمل اكتيفيتيز بالماء. نعم. من بيدالو وغيرها، وبهذه الطريقه في نشاطات شتويه فوق. في نشاطات شتويه من بيناتها بيدالو، واوقات عم بيكون في رافتنج وقصص بس حسب اجواء البحيره. نعم. مي البحيره كيف. نعم. عم بتكون. وكمان فيهم يزوروا المغاره اللي السنه افتتحناها على الجزيره بنص بحيره بنشعي. واكيد في على طول المطاعم اللي بيقدروا يقضوا اوقاتهم فيها ويستمتعوا عن جد بطبيعه بنشعي اللي هي كثير مميزه. نشاطات كريسمس باي ذا ليك هي من تنظيم جمعيه الميدان برئاسه السيده ريما فرنجيه. نشاطاتكم اكيد تحيه كثير كبيره لها. نشاطاتكم تمتد على مدار السنه مش بس بفتره الاعياد، خبرينا عن بقيه النشاطات اللي بتقوموا فيها. نشاطات جمعيه الميدان هن بيمتدوا كل السنه، بس اكثر اثنين نحن عرفنا فيهم هو كريسمس باي ذا ليك ومهرجان اهدنيات. نعم. خاصة انه مهرجانات اهدنيات بتجمع اهدنيات مهرجانات الصيفية بتجمع من كل العالم، يعني بنجيب مغنيين من لبنان ومن كل العالم. فبهذه الطريقة كل ما يخلص مهرجان نبلش نحضر للمهرجان يلي بعده، واكيد على طول في وجود لكل الشباب والصبايا اللي هن عن جد متطوعين بهالجمعية وعلى طول بيتعبوا وبيسابروا وبيشتغلوا لنقدر نقدم افضل ما فينا مش بس لصغارتها، لمنطقة الشمال ولكل لبنان. شو أحلى شيء بالعيد بصغيرتها وخاصة على البحيرة جيزال؟ أحلى شيء بالعيد إنه نحن عن جد عم نعطي رسالة سلام، ومش بس نحن هدفنا بيرنويل وكادويات وأطفال، نحن عن جد في رسالة عم نوجهها لكل العالم، وصلواتنا عن جد هي مؤلفة من حب وأخوة على أمل إنه عن جد من كريسمس باي ذا ليك نقدر نبعث هيدي الرسالة. ان شاء الله مع الانطلاقة من عندكم من بنشعي ومن هالبحيرة الجميلة بعم السلام بكل المناطق اللبنانية وبكل انحاء العالم، هيدي يمكن تمني دايم لنا كل سنة، ان شاء الله هالسنه بيتحقق بالقليل بلبنان مطرح ما نحن بحاجه له. شكرا لك ميلاد مجيد لكم. وتحياتنا لكل لكم. اعضاء جمعية الميدان. ميرسي. وقفة جديدة مشاهدينا ومتابعة.